احمد مره تانية ولقاء مهم جدا مع المدرب العام للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. بجد تحية لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي، بالتاكيد نقطه مهمه في ظروف وفي اجواء. بالتاكيد كنا عندنا طموح ان احنا نحقق 3 نقاط، لكن لكل مباراه ظروفها ومتغيرات كثيره جدا. حابب تقول النهارده بعد التعادل النهارده بالنسبه لك؟ بالنسبه لنا طبعا الحمد لله نتيجه مرضيه. كنا طبعا نامل ان احنا نكسب، وده يمكن اللي الراجل كان بياكد عليه من بدايه المباراه، حتى بين الشوطين اللي احنا نحاول نستغل الشوط الثاني اللي هيبقى فيه اندفاع اكتر من فرقه اورنالدو، هيبقى عندنا هجمات نقدر مرتده نقدر نستغلها بشكل كويس. يمكن حتى التغييرات كانت برضو ادتنا افضليه شويه في الاخر، لكن في الاخر الحمد لله انت بتحقق نتائج ايجابيه جدا من مباراه النهارده، سواء اللي انت بتحافظ على انت المركز الاول، ده المهم بالنسبه لنا، اللي انت بتحافظ على سلسله الهزائم 26 مباراه، دي برضو حاجه مهمه بالنسبه لنا، بتدينا ثقه، بتدي لاعبتنا ثقه، جمهورنا ثقه. فاعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه الحمد لله. مفيش وقت، لازم نقفل ونحضر لان التحديات كبيره جدا يا كابتن سامي للمرحله القادمه، وعندنا تحدي كبير وهو الانتر كونتيننتال، ودي ليها حسابات فنيه بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني ومعاك اكيد بالتحديد يا كابتن. طبعا بطوله كبيره، بطوله اول مره تتعمل، انت بتمثل القاره كلها افريقيا، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. الحمد لله حققنا المكسب على العين بمكسب كبير جدا واداء. عندنا تحدي اكبر بقى اللي احنا عاوزين نوصل لابعد حاجه في البطوله ديت، ان احنا نلعب النهائي ان شاء الله ونبقى ند قوي لريال مدريد. فاعتقد ان شاء الله مباراه تبقى كبيره بالنسبه لنا تحضيريه. عندنا برضو فرصه ان احنا نتفرج على الفرقتين بوتافوجو وباتشيكو، يمكن اتفرجنا على الفرقه الماتش النهائي بوتافوجو، لكن برضو كان انت عارف لما الطرد اللي حصل ديت فما كانش طبعا بشكل انسى، لكن اتفرجنا على ماتشات في الدوري طبعا. واتمنى ان شاء الله ان احنا نجمع ان شاء الله معلومات اكتر من خلال مشاهدتنا المباراتين، وان شاء الله يكون عندنا افضليه باذن الله. عايز اقول الله يكون في عونكم، لان راجعين رحله شاقه جدا وهنسافر يوم 10 لقطر، امور صعبه جدا. التحضير بيتم ازاي يا كابتن سامي في ظل الضغط الرهيب والكبير جدا؟ هو كالعاده زي ما قلت لك، وكل مره بقرر ان ده قدر لعيبه النادي الاهلي. مهم جدا ان انت تفصل، انت زي ما انت قلت رحله صعبه جدا حوالي 9 ساعات او 10 ساعات عشان تقدر تستعد تاني عشان تسافر قطر تاني بتحديات اكتر ومنافس اقوى طبعا، وبطوله كبيره وامل على جمهورك اللي انت عاوزينك تشوفك في المباراه النهائيه. فاعتقد ان اللعيبه مقدره كده ده كويس، واحنا كجهاز مقدرين كده كويس طبعا. اتمنى ان شاء الله نستعد بشكل كويس، وان شاء الله ان شاء الله نرضي جمهورنا ونحقق نتيجه كبيره باذن الله. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير والتحيه للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. بمشيئه الله ان شاء الله القادم افضل، عندنا تحدي كبير، عندنا بطوله الانتر كونتيننتال اللي بنقبل، ونتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي منتظرين منه كثير جدا في بطوله الانتر كونتيننتال. بنشكر زميلنا كريم احمد، شكرا جزيلا. خلينا نروح